عليكم بالسلام. اتفضلي. عليكم بالسلام. اتفضلي. انا شيخ، انا في السن، انا سني 16 سنه. وانا من صغري كنت بروح الجمعيه الشرعيه. كويس. وكنت بحفظ القران وكده. كويس. من اول ما انا دخلت الثانوي عام، انا في ثانوي عام. نعم. من اول ما انا دخلت ثانوي عام صاحبت على بنات، يعني بنات ما كنتش اعرف اللي هي اخلاقها كده. ماشي. وانا كنت بروح القران وبحفظ وكده، وكان واحده صاحبتي اخوها كان عايز يخطبني وكده، بس انا يعني هي قعدت تقول لي طب كلميه واعرفوه وكده. انا بس كلمته مره واحده وقلت انا مع، قلت لا، قلت بلا، انا سي واحده شكلك بتروح الجامع وبتصلي وكده تعمل الموضوع ده، خصمتها وعرفت ان هي اخلاقها كده وحشه قوي. وبعد ما انا خصمتها وكده حتى يصلي بنفسه وكل حبه. السؤال فين بقى يا بنتي؟ يا بنتي إيه؟ يا بنتي بارك الله فيك، فين السؤال؟ انت حكيتي حكايه كده، السؤال يعني ايه؟ انا كل حبه، ها قولي السؤال. كل ما اروح اصلي حاجه تبعدني عن الصلاه. طيب اسمع الجواب، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اخوانا، عشان بس الوقت، انا يعني اظن ان يضيع مني ثانيه على الهواء، فعايزين الناس تخش في الموضوع مباشره، سامحوني. بحس اني بصلي شويه واقطع شويه وايماني بيزيد وينقص. الايمان يا ابنه الاسلام يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. صاحب الخيرات يا بنتي، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. دايما صاحب اللي هي احسن منك، احسن منك عباده، احسن منك علمه، احسن منك كذا كذا كذا، عشان ترتقي معاها. لا تصاحب الدون في الدين، في الهمه، في كذا في كذا. قديما قال اجدادنا العرب: الصاحب ساحب. بارك الله فيك وحفظك من كل شر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اقسم بالله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. يا شيخ مسعد، الحمد لله دعائك استجاب، ورئيس الشيخ محمد حسان والله في رؤيا صالحة والحمد لله. الحمد لله. ولكن سؤالي، احنا ساكنين في عمارة في ليبيا. نعم. تحت العمارة في بير، يعني يسموها فسئية. وفوق الفسئية دي مبني حمامات، دار مية يعني. ماشي. ففي ناس قالت في من الدار الميه بتاع الحمام نزلت على الفسئيه ديت، يعني بميه غير مطهره. فقالوا فيها ريحه. فجزء قال يجوز وجزء قال ما يجوزش. فالمهم طبعا في اخ قال يعني الماء، لو الميه لو نزل عليها ميه مش كويسه اكتر من برميلين او مثلا كميه ميه جامده لا 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 تحمل نجاسه. الموضوع حصل فيه اختلاف بيننا. يعني لو سمحت يعني اديني الاجابه بتاعته، هل يجوز الناس تتوضا من الماء ده ان كان الحمامات متنزله على الفسئيه ديت مثلا بميه غير طاهره، ولا ما، ولا طبعا ما يجوز فيه؟ وجزاك الله عنا خير. وجزاك. معلوم ان الماء اذا تغير وصف من اوصافه الثلاثه، تغير ريحه او لونه او طعمه، فلا يجوز لنا أن نتوضأ به. لكن الماء إذا كانت النجاسة يسيرة فيه، والماء غالب وكثير جدا وبحسب الصورة أو الوصف اللي أخوي الهولي، يبقى لا بأس أن تتوضأوا منه، والله أعلى وأعلم. معنا آخر اتصال يا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مسعد. نعم. أشهد الله أني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. اللهم اجمعنا واياك على طاعته يا رب العالمين. لو سمحت عندي ثلاث اسئله يا شيخ. تفضل. السؤال الاول، هل هناك صلاه بين بعد الاذان الاول من صلاه الجمعه؟ نعم. والسؤال الثاني، هل الدخان ينقض الوضوء؟ والثالث، هل الضمنه حرام؟ وهل لعب الضمنه ينقض الوضوء ام لا؟ طيب اجاوب. اسالك الله الدعاء يا شيخ. بارك الله فيك. مع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه.
أما من دخل والإمام على منبره فيصلي تحية المسجد سواء جه في الخطبة الأولى أو الثانية. لكنك تسأل إن مسجد له بيؤذن فيه أذانين، فاللي جه متأخر اللي جه بدري يصلي تحية المسجد إذا سمع الأذان الأول بعض الناس بيقوموا يصلوا ركعتين كمان. أنا عايز أسألهم بتصلوا إيه؟ يقول لي سنة الجمعة. ما لها السنة يا عم، تحية مسجد ما أنت صليتها، فما في الصلاة بعد الأذان الأول إلا في شأن لسه جاي وبيصلي تحية مسجد. أدي واحدة. اتنين، هل الدخان ينقض الوضوء؟ لا، شرب الدخان حرام والعمل فيه حرام وبيعه حرام، لكنه على الراجح من أقوال أهل العلم لا ينقض الوضوء. ثلاثة، هل لعب الدومينو ينقض الوضوء؟ الجواب لا، لعب الدومينو حرام سيما إذا كانت على قمار، العباء حرام بالمطلق سيما إذا كانت على قمار بالحرمة أشد، لكنها لا تنقض الوضوء. الميسر نجس نجاسة معنوية وليست نجاسته بالنجاسة الحسية. طيب نستأنف يا إخواني بارك الله فيكم. قلت من أخطاء الناس، من أخطاء الأئمة الخطباء ترك الحمد في بداية الخطبة، كذلك من أخطاء الأئمة قول الخطيب في نهاية كل خطبة أولى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا، مش كل خطبة أولى تعمل كده، ده مش موطن دعاء، هذا موطن راحة للخطيب. قال الشقيري ومواظبة الخطيب في آخر الخطبة الأولى على قوله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لا شك أنه جهل وبدعة، لا شك أنه جهل وبدعة، يتكلم عن المداومة. لكن لو فعل مرة وترك خمس مرات الأمر واسع. قال الدردير رحمه الله ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول، هم قالوا كده، ما تقولش الشيخ بيقول بقى، هم اللي قالوا كده. ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.